في أكثر الليلة نكشف جريمة تهريب بشر بأختام وأوراق ليبية مزورة، ونتابع إلى أين وصل مشروع طريق بنو ليد العربان، ونختم بمهجري تاورغا، المعاناة التي تزداد ألما ومرارة مع الوقت من دون أي حلول حقيقية. الحلقة تبدأ الآن، أهلا بكم جميعا إلى أكثر. نفسي ما تدفعش في جمرك، تاخذ سيارة بمبلغ 12,000 11,000 جنيه وتشيلها للسودان، لا حياة لمن تنادي. والله انتم الفكر اللي عندكم شنو هنا؟ بلاد سايبة، ما فيش قانون، ما فيش دولة، خاشينك انت خاص تخدم على حالك ولا تزور وتشعوض على الناس وتخدم تمام ولا لا وتشرف الدولة هكي. فتح مسار طريق بنو وليد العربان وكل بمجهودات الاهالي مدينه بن وليد والخيرين داخلها وخارجها. وحياه تعبه، نقنا حياه تعبه، وان شاء الله ربي يفرج علينا ويردنا لبلادنا، وان شاء الله ربي يردنا لبلادنا، وان شاء الله ربي يشبح فينا، وان شاء الله ربي يشبح فينا. ولا عندنا وين نستقر، ولا عندنا وين نمشي، ولا عندنا وين حياتنا عطيبه. السلام عليكم ورحمة الله. ضبط مركز أمن البيضان الواقع جنوب شرق جدابية عشرات من المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من السودان. يبدو أن هؤلاء المهاجرين دخلوا بأوراق وأختام ليبية زورها ليبيون يعملون في جوازات طبرق ولبرق وبنغازي. أكثر الآن يبث لكم تسجيلا سلمه مركز أمن البيضان بشكل خاص للبرنامج وبإذن من رئيس المركز. التسجيل يكشف الجريمة وهوية المتورطين فيها، فلنتابع. احكي لنا جوازك عليه ختم الدخول وانت جيت هريب، كيف جاء الختم هذا؟ من اللي ختم لك هذا ولا كيف ختمت الجواز؟ انا اكرم الختم لي. اكرم من هذا؟ انا اسمه طارق اكرم. منين هذا؟ من التبرك الليبي، هو الليبي. كيف تعرفت عليه هذا؟ هو في زول ثاني اللي انا وتجيت جديد في ليبيا، خشيت ليبيا هنا، في حد ثاني كان في سودان ثاني. والسوداني ده قال لي ايه الراجل ده بعمل دخول وخروج للسودانيين. تمام. قلت له تمام، وفلوس بيشيل فلوس كتير ولا بسيط؟ قال لي بيشيل 150. تو انا رنيته للراجل وشال الفلوس 150 واديته جوازي انا. دفعت 150 جنيه؟ ايوه. السودانيين الاخرين اللي ختموا كم يدفعوا؟ السوداني كله يعني كله ختم بعمل 150 جنيه. 150 جنيه عند اكرم هذا؟ ايوه. عند نفس الشخص هذا؟ ايوه. لكن انت بعد ختمت جاك زول صاحبك قال لك انا نبي نختم، صح؟ ايوه. شن درت له؟ هو جاء واديته الرقم وفاته اكرم، رنيت له اكرم والراجل ده اديته الرقم رن لاكرم قال انا عندي جوازي داير اختمه. ختموا له ب 150 جنيه؟ ايوه. عدوا الجواز لاكرم وعمل يوم وجاوا جواز وعطوه الفلوس. يعني يوم واحد يجيك جواز مختوم؟ ايوه. وانتم داخلين هجره غير شرعيه؟ ايوه مدخلين هجره غير شرعيه. باهي، بعد ما تم ضبطك تعال وريني هذا شنو؟ هذا جواز سفر بتاعك ولا لا؟ جواز حقي انا. هذا ختم؟ ده ختم بتاع مصر. هذا ختم المزور ولا لا؟ ها؟ هذا هو الختم المزور؟ ايوه هو الختم ده. هذين مزورات؟ ايوه. ختم ذكي اكرم هذين؟ أيوة. الاثنين ها؟ ايوه. ختم ليبي وختم مصري؟ ايوه. ها؟ ايوه. يعني حد عنده ختم مصري مزور وعنده ختم ليبي مزور ولا لا؟ تمام. هذين شنو هذين؟ هذين وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. هذين شنو هذين؟ احكي لي علينا هذين شنو؟ يعقوب أحمد محمد هذا شنو؟ كل دول عشان نوريك. يعقوب هذا من هو؟ وين يعقوب هذا؟ مش عارف انا والله. ما تعرفش؟ لا. لقيته كثير كله. لقيته يعني سبحان الله، قلت مطوحات كلهن. هذا من هو؟ عبد المجيد هارون هذا من؟ مش عارف. ما تعرفش؟ سبحان الله. هذول كلهم تبي تزور لهم. صالح حمزه من هو هذا؟ مش عارف. كله سوادين كلهم هذول. كلهم سوادين لكن مش عارف. جبور بكر. مش عارف برضه كله. ياسر. ما تعرفش؟ حتى هو؟ إمام ما تعرفش؟ مش عارف والله. تو تعرف إن شاء الله. مقدم الطالب ما تعرفش؟ مش عارف. هذين كل الشديرة اللي عندك أنت به. عندك أنت الشديرة أنا ذني. إلا بطاقات دي أنا كنت اللي جيتهم في الحوش كله. والله أنتم الفكر اللي عندكم شنو هنا؟ بلاد سايبة، ما فيش قانون، ما فيش دولة، خاشينك أنت خاص تبي تخدم على حالك ولا تزور وتشعوذ على الناس وتخدم تمام ولا لا وتشرف الدولة هكي؟ هذه دولة هذه؟ ها؟ مزورين تقعدوا؟
لكن مصيرك عارف شنو انت؟ حترجع لعند السودان هجرة غير شرعية انت ان شاء الله. حنجيبوه صاحبك الله اكرم وبالعلم حتجي اكرم وعارف تروحك توا وهذين اختامك المزورة ترقى للسماء تنزل الوطن والله ينجبوك. بارك الله فيك. وتعليقا على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر خدمة أسكايب من مكتبنا في مدينة أجدابية الملازم الثاني محمد سالم رئيس مركز شرطة البيضان، هو كذلك الناطق الرسمي باسم مديرية جنوب شرق أجدابية. الملازم محمد، أرحب بك في برنامج أكثر، هذه ربما أول مرة نستضيفكم فيها في البرنامج، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. الصحة والطيب أستاذ نبيل والأمة العربية والشعب الليبي وبارك الله فيك على الاستضافة. ملازم محمد، قبل أن نغوص في أي تفاصيل من الجرائم التي سوف نتحدث عنها ونعرضها تباعا في هذه الحلقة، أريدك أن تطلعنا أكثر على مركز شرطة البيضان ومديرية جنوب شرق أجدابية المستحدثة منذ وقت ليس ببعيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعطيك نبذة مختصرة عن مديرية أمن جنوب شرق أجدابية، هي تم مستحدثة في سنة 2016 بقرار السيد معالي وزير الداخلية رقم 364 صادر في سنة 2016. المديرية هذه مستحدثة جديدة، حدودها الإدارية تعتبر أكبر مديرية أمن في المنطقة الشرقية، حدودها الإدارية 200 كيلو متر في 200 كيلو متر، حيث حدودها من شاطئ البحر من منطقة زويتينا إلى غاية سي عبد العاطي، وكذلك من غاية بوابة 200 من حدودنا مع مدينة طبرق، حدودنا مع مدخل مديرية أمن أجدابية الشرقي ومدخل طريق أجدابية طبرق، وحدودنا من الجنوب إلى غاية مديرية أمن أوجد الشرة، توجد فيها خمس مراكز شرطة، هي مركز شرطة رأس العيش ومركز شرطة البيضان ومركز شرطة امتداد ومركز شرطة زويتينا ومركز شرطة السلطان. كان العقيد موسى محمود جويدي مدير الأمن، حاليا تم تكليف مدير أمن جديد المديرية هو العقيد رمضان الزوام، بشر أعماله منذ بداية شهر رمضان. المديرية مستحدثة جديدة، للعلم لم يتم دعمها من وزارة الداخلية حتى الآن، رغم أنها لها سنتين وآنفا تباشر في أعمالها. توجد بها خمس بوابات أمنية، هي بوابة الجديدية، بوابة السلطان، بوابة الزويتينة، وكذلك بوابة السلطان، وتم استحداث حاليا نقص أمن الخمسين اللي حاليا تم تشكيلها عن طريق مركز شرطة الامتداد وتبعيتها مركز شرطة الامتداد. ملازم محمد، ما دواعي إنشاء هذه المديرية، مديرية جنوب شرق أجدابية، في ظل وجود مديرية أمن أجدابية داخل أجدابية نفسها؟ كتخصيص أمني كحدود إدارية، طبعا كان فيه ثلاث مديريات أمن، هي مديرية أمن البريقة ومديرية أمن أجدابية ومديرية أمن جنوب شرق أجدابية. صدر قرار من وكيل وزارة الداخلية السابق العقيد عادل بضم هذه المديريات، بعدين صدر قرار ثاني برجع مديرية جنوب شرق أجدابية للحدود الإدارية فقط لا أكثر لا أقل، وكأعمال أمنية تقوم به مديرية جنوب شرق أجدابية بمساندة مديرية أجدابية. المديرية مستحدثة للنطاق الجغرافي، النطاق الجغرافي أكبر كيف ما قلت لك أستاذ نبيل، أكبر مديرية أمن في المنطقة الشرقية، يعني حدود الإدارية 200 كيلو في 200 كيلو، كانت تتبع مديرية أمن أجدابية. سمعنا الفترة السابقة أن يتم من سيادة وكيل الوزارة اللي تم تكليفها أخيرا العبار ضم المديريات الصغيرة، نحن ما عندناش مشكلة في آلية الضم في أي تبعية، الموضوع كله نبو الأمن والأمان المواطن، الرجل الأمن يثبت وجوده على الأرض الواقع، يتباعدوا على التزوير على الأشياء المخالفة للقانون، رجل الأمن هو اللي بعد ينظر المواطن يشعر بالأمن والأمان بعد الله سبحانه وتعالى. نحن لازم نفرض شخصيتنا على الأرض الواقع ولو بقوة القانون يا أستاذ نبيل. نحن بعيدا عن المجاملة، بعيدا عن المحاباة على الجهوية على القبلية على المضيع اللي يهلكن وزارة الداخلية خلانها من أسوأ إلى أسوأ، مرن علينا قريب 6 أو 7 حكومات من 2011 لعندو، وزارة الداخلية للأسف لم نلاحظ لا تغيير إلا في عهد وزيرين، كان نبقى معك واضع في الصراحة في عهد الدكتور عاشور شوايد وعهد اللواء محمد المدني، بعيدا عن موضوع القبلي أو موضوع الجهوي كيف ما يحسبوا في بعض الناس، لكن نحن حاليا من
اخر وكيل الوزاره السابق همش مديريات. خلينا نحكي لك الشيء الواقع، مديريه امن جنوب شرق جديبه تم احداثها قلت لك في 2016، مديريه كيف المديريات فيها 72 ضابط شرطه، فيها اكثر من 780 ضابط صف وموظف، مديريه فيها خمس مراكز شرطه، الوقت اللي في مديريه جامع امن جدابي يوجد فيها مركز شرطه واحد اللي هو مركز شرطه جدابي، احنا مديريتنا فيها خمس مراكز شرطه، كل منطقه سكنيه فيها اكثر من 400 عائله فيها مركز شرطه ونقطه امن تتبع المديريه، لكن بكل صراحة وبكل شفافية لم يتم دعمنا ولو بإطلاقة، إطلاقة واحدة لم يتم دعم هذه المديرية بها، لكن بشهود الشباب اللي قاعدين، في ناس عندنا حاليا في البوابات تو يمسكوا اللي هم قريب سنة ما تقضوش مرتبات، بعد راجعوا وزارة المالية ولا راجعوا مالية وزارة الداخلية يقولوا والله ما فيش صرف مرتبات، بهذه ناس تخدم، يعني أنت جر فيه للرشوة، جر فيه يبيع ضميره، يبيع وطنه، ياخذ رشوة من المهرب ولا من المزور ولا من شيء. بالتالي ملازم محمد، بالتالي في ظل هذه الظروف كيف تعملون أنتم في مديرية جنوب شرق جدابية ومركز شرطة البيضان، وكيف يعني تستكملون أعمالكم خصوصا في ضبط التجاوزات والجرائم الحاصلة في المنطقة؟ والله الفترة السابقة نحكي لك الواقع ما كانش في تجاوب معنا من النيابة العامة، لكن حاليا من 2017 2016 قضايا نحولوا فيها للنيابه العامه، يتم فيها المحاكمة الجناء تحويلهم للجنايات للمحكمه، يعني نحن حنحكي لك انا شخصيا اي قضيه يتم ضبطها عندنا في مركز شرطه البيضان، طبعا للعلم القضايا بالكامل يتم احالتها لنا من بوابه البيضان المتواجده على الطريق الصحراوي للبور. نعم. يبدو أن هناك مشكلة في استمرار خدمة سكايب مع الملازم ثانٍ محمد سالم رئيس مركز شرطة البيضان، أيضا هو الناطق الرسمي باسم مديرية جنوب شرق جدابية. إلى أن نعالج هذا الموضوع أضطر على الهواء أتحول إلى فيديو آخر إلى جانب مشاهدينا، ضبط المهاجرين غير الشرعيين، يقوم مركز أمن شرطة البيضان بضبط مهربي سيارات وأموال ليبية إلى مصر والسودان. المركز صور لنا هذه الواقعة التي وقعت قبل فترة ويؤكد أنها ما تزال تتكرر بشكل الكبير، الأمر الذي يستنزف اقتصاد ليبيا وثرواتها ويزيد من فقر الليبيين. فلنتابع. تم ضبط عمالة سودانية اتجاهها من مدينة البيضة إلى مدينة جدابية ثم اتجاهها إلى مدينة السودان عن طريق مدينة إلى دولة السودان عن طريق مدينة كفر. بعد التفتيش تم ضبط مبلغ مالي يقارب عن 82,520 دينار بحوزة الشخص السوداني اللي هو داود سالم سليمان سعيد. بعد التحقيقات معهم اول شيء تبين لنا انهم تم دخولهم الدوله الليبيه بطرق غير شرعيه، لا توجد لديهم اي اختام دخول، لا توجد لديهم اي تاشيرات، الا شخص واحد ودخلت عن طريق الحدود الليبيه السودانيه واثناء دخولي لا يوجد اختام ولا يوجد شيء يثبت ان تم دخول الدوله الليبيه، يعني جوازاتهم كما نقول احنا جوازات بيضاء ما فيها شيء ختم ولا شيء. نحن بنطرق لشيء معين، زملائنا متواجدين في الحدود ما بين دولة ليبيا ودولة السودان، يا ريت يتم اتخاذ الاجراءات فيضم الاشخاص، ان اي شخص يتم ضبطه ما عندهش ختم دخول يعتبر بهجرة غير شرعية، او نبو شيء من الاخوة المتواجدين في الحدود ان ما فيش اختام دخول، ما فيش حاجه تثبت ان نفسها دخلت الدوله الليبيه، ولا هل الحدود هذه مفتوحه على مصراعين، ولا شنو الموضوع بالضبط ما فهمناش. اثناء التحقيقات اعترف لنا اللي هو سليمان داود سالم سليمان عن سبب تواجد المبلغ هذا معه، تبين انه اول شيء تاجر سيارات صغيره للنوع ميكرا ويتم شرائها من مدينه مصراته ومن مدينه طرابلس ويتم نقلها عن طريق الكفرة إلى مدينة إلى دولة السودان، يعني تهريب السيارات الصغيرة اللي نعانوا منها لنا فوق من سنة، بلغنا جميع الجهات الأمنية والقوات المسلحة والناس اللي متواجدة في الكفرة أن الشيء هذا راهو استنزاف للمال الليبي، الناس هذه ما تدفعش في جمرك، تاخذ سيارة بمبلغ 12,000 11,000 جنيه وتشيلها للسودان، لا حياة لمن تنادي، يعني ما يدفعش الجمرك، يعني نحن والسودان مهلع، هذا الواضح اللي عندنا قاعد ان بلاد مفتوحه
تكروا في السيارات ويمشوا لا رقيب ولا حسيب، ولكن بإذن الله كنا مضح عن النوم. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا أيضا جريمة تهريب أموال وسيارات ليبية إلى خارج ليبيا، تحديدا إلى مصر والسودان، بحسب ما تم ضبطه في مركز شرطة البيضان. وسوف يخبرنا أكثر الناطق باسم مديرية جنوب شرق جدابي رئيس مركز شرطة البيضان الملازم الثاني محمد سالم حول هذه التجاوزات، مسألة الهجرة غير الشرعية والتي اعترف المهاجرون غير الشرعيين فيها بأنهم زوروا أوراقهم وأختامهم الليبية من خلال ليبيين متورطين في هذه الجريمة، جريمة التزوير في جوازات منافذ مساعة طبرق لبرق وغثا بنغازي. سوف نفصل أكثر هذه الجريمة وما تبعاتها وإلى أين وصلت، خصوصا في وحدة قسم البحث الجنائي طبرق، وأيضا كيف تم تحويل الموضوع من ضبط إلى قضية برقم متسلسل وموجودة لدى النيابة. إذن ريثما نتجاوز المشكلة التقنية التي واجهتنا مع الملازم الثاني محمد سالم، أتحول إلى ضيفي عبر الخط الهاتفي الموازي معنا من طبرق رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي طبرق الرائد عبد الوهاب فرج. رائد عبد الوهاب، أهلا بك في برنامج أكثر. كل عام وأنت بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، سعداء نحن نستضيفكم في الحلقة لأول مرة، حضرتك وأيضا الملازم الثاني محمد سالم من جنوب شرق جدابية. اسمعني من سماعة الهاتف لو سمحت رايد عبد الوهاب، لأن هناك تأخير في الصوت. نعم، أهلا وسهلا. الهاتف تسمح فيه؟ نسمعك ويسمعك المشاهدون بوضوح إن شاء الله. رايد عبد الوهاب، أولا تفضل لو سمحت. نعم، لا نسمح فيك. كنت أريد أن أسألك عن جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم في مركز شرطة البيضان، وتبين بأن هؤلاء المهاجرين هم من السودان وتم تزوير أوراقهم وأختامهم في الأجهزة الأمنية والجوازات في طبرق، لو تحدثنا عن هذه الجريمة ودوركم فيها. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بنسبه حلول شهر رمضان المبارك، وعاد الله عليكم وعلينا باليمن والبركات. نعم، اهلا وسهلا. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير رائد عبد الوهاب. وانت بألف خير. الصفه انا ليس رئيس وحده التحقيق قسم البحث الجنائي، والصفه انا احد مندوبي تحقيق، احد مندوبي التحقيق بهذا القسم. الصفة أنا أحد منوبي تحقيق هذا القسم. نعم. والذي كلفت من قبل رئيس وحدة التحقيق ورئيس قسم البحث الجنائي طبرق بمجموعة ومعي مجموعة من أعضاء التحريات بعد حضور برقية من قسم البحث الجنائي جدابية بتاريخ 14/5/2017. نعم. نعم، اكمل لو سمحت رايد. القبض مفادها مفاد القبض على شخص سوداني الجنسيه يدعى موسى. وبالفعل من خلال يومين وبجهود اعضاء تحريات هذا القسم. نعم. نعم رايد عبد الوهاب. قلت لك البرقيه صادره بتاريخ 14/5. نعم، برقيه من مركز شرطه البيضان او مديريه امن من قسم من جنوب شرق جدابيا، قسم البحث الجنائي جدابيا. نعم، قسم البحث الجنائي جدابيا. نعم، اكمل، نحن نسمعك بوضوح، يعني استرسل لو سمحت رايد عبد الوهاب. برقيه وقبض على شخص سوداني الجنسيه. نعم. يقوم بتزوير مستندات لباقي الاعضاء الجاليه السودانيه الموجوده في هذا الموجوده في 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 مدينه طبرق ومدينه جدابية. نعم. وبالفعل بتاريخ 17/5 تم ضبط الشخص يدعى موسى السوداني الجنسيه. وتم بالفعل الاتصال بالقسم البحث الجنائي جدابية ومن خلال اعطاء مواصفات تبين انه هذا الشخص. وعلى الفور تم حضور اعضاء مركز شرطه البيضان لاستلامه من قبل قسم البحث الجنائي طبرق، وتم استلامه موجب تسليم واستلام رسمي موجود لدينا. وبعد القبض على الشخص الاول حيلت لنا برقيه ثانيه بتاريخ 17/5 بشان قبض على شخص سوداني
يدعى اسماعيل. وكان بقى الاسم غير معروف. وفعل تم تخليف اعضاء تحريات هذا القسم، وبتاريخ 20/5 بتاريخ 20/5 تم ضبط هذا الشخص وهو يدعى اسماعيل ابراهيم اسحاق. وتم استلامه من قبل مركز الشرطه البيضان. وتم التنسيق مره ثالثه على ضبط شخص اخر سوداني يدعى محمدان. يدعى محمدان سوداني الجنسيه. من غير ذكر باقي الاسم. ومن خلال البحث والتحري من قبل اعضاء هذا القسم تم ضبطه. وتم التعرف على باقي اسمه. وتم اختيار رئيس مركز الشرطه البيضان بان الشخص موجود لدينا لغرض استلامه، وبالفعل بتاريخ 19/5 تم حضورهم واستلامهم بموجب مرسل التسليم واستلام رسمي. نعم. لكن هذا كل ما المهاجرين غير الشرعيين من السودان ايضا من تم ضبطهم من قبلكم وارسالهم الى جنوب شرق اجدابيا اعترفوا عن موظفين في جوازات طبرق، وذكروا بانهم دفعوا لهم اموالا في المقابل زور هؤلاء الموظفون اوراقهم واختام دخولهم الى ليبيا. ماذا فعلتم بشان هؤلاء؟ هو يا استاذ نبيل المحضر موجود لديهم، المحضر موجود لديهم اللي تم ارسال لقسم البحث الجنائي طبرق. هي عدد ثلاث برقيات قبض على اشخاص سوادين الجنسيه. نعم. وبالفعل تم ضبطهم، هم حاليا موجودين لدى مركز الشرطه البيضان. نعم. طيب هذا مفهوم، لكن هل صدر اي اجراء ضبط او فتح تحقيق مع موظفين ليبيين في جوازات طبرق؟ لانه هناك اسماء بعينها تم ذكرها في اعترافات السودانيين الذين تم القبض عليهم في جنوب شرق اجدابيا. لا، هو من خلال العمل اللي قام به مركز الشرطه البيضان وقسم البحث الجنائي في اجدابيا بفتح محضر في هذه الواقعه، واثناء الاستدلال في هذه الواقعه تبين بان الشخص موسى واسماعيل ومحمدان موجودين في مدينه طبرق. على الفور رئيس مركز الشرطه البيضان ورئيس قسم البحث الجنائي اجدابيا تم اختارنا بموجب ثلاث برقيات كما ذكرت. يا رائد عبد الوهاب فرج، لا اعرف ان كنت لا تريد ان تجيب على سؤالي او انك لم تفهمه. السودانيون فهمنا انكم قبضتم الامر عليهم، انا اسالك بشكل مباشر. هل بموجب برقيه صادره من تمام هذا واضح المحضر الاستدلال؟ نعم. موجود عندهم غادي في قسم البحث الجنائي. احنا لم نفتح محضر هنا لان المحضر مفتوح في قسم البحث الجنائي وفي مركز الشرطه البيضاني يا استاذ نبيل. نحن تم اختارنا بموجب برقيات قبض فقط على اشخاص سوادين الجنسيه موجودين في مدينه طبرق. ذكر اسم الاول من غير ذكر باقي الاسم بالكامل، يعني مش الاسم الثلاثي. نعم. أشكرك جزيلا رائد عبد الوهاب فرج رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي، وضحت الفكرة وكيف قمتم بتنفيذ ضبطيات يعني في حق سودانيين تم إرسال أسماءهم أو صفاتهم على الأقل إليكم من جنوب شرق أجدابيا. أعود إلى الملازم الثاني محمد سالم رئيس مركز شرطة البيضان. ملازم محمد أهلا بك مرة أخرى عذرا، واجهنا مشكلة تقنية في استكمال مداخلتك عبر خدمة سكايب. نتحدث الآن عن واقعة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، عن السودانيين تحديدا الذين عرضنا صورهم واعترافاتهم أو جزء من اعترافاتهم في بداية الحلقة. حدثنا أكثر عن هذه الجريمة، عن تاريخها وماذا فعلتم حيالها منذ ضبطها ولغاية الآن. تمام استاذ نبيل، اول شيء بنشكر رائد عبد الوهاب على المداخله نتاعها اللي تو نسمح فيها معك. نعطيك قصه تفصيليه على الواقع. المجموعه هذه طبعا في محضرين السداد، محضر في البحث الجنائي اجدابيا ومحضر في مركز شرطه البيضان نفس القضيه وهي قضيه التزوير. بالنسبه للعماله السودانيه ممكن سؤال ما فماش الرائد عبد الوهاب والله هو قريب من مكان الواقع او الاشخاص، لكن انا سائل عليه المشوار ونعطيه الزبده كلها. الموضوع الناس هذول ما تصير استاذ نبيل هجره غير شرعيه، تهريب، تعرفوا على شخص
في مدينة طبرق، يتبع جوازات طبرق، يقوم بالتزوير لأكثر مصاحب. مش الناس هذه، أي سوداني يجي مصري يجي يختم له 150 جنيه ويقول له عبي. المصاحب هذا معروف اسمه رباعي عندنا، تبعيته بالقصة بالكامل تفاصيله، رتبته حتى رقم العسكري عندنا، هو كيف يسمع فينا ويتابع البرنامج، ما يرغب الليل ولا ما يرغب تو، لكن بنطمن إذا جاي جاي ما عندك ونش. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن تم تكليفنا من قبل النيابة العامة بالتحقيق مع رئيس قسم مصعد الجوازات والشؤون لجانب بنغازي بمعرفة هل الإقامات صادرة من عندهم أو لا، ومع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية هل تم صدور هذه البطاقات الحصر منهم أو لا، وكذلك رئيس مصلحة الجوازات اللوجستية طبرق هل تم إصدار جوازات أختام للجوازات وكروف صحية لهم ولا لا، وكذلك معامل منطقة بساعد الحدودي هل أختام هذه صادرة من عندهم ولا لا، كذلك رئيس قسم مصلحة الجوازات اللوجستية وصول لجانب طبرق، وكذلك أمر مطار لبرق الجهات الأمنية اللي تكلم عن تقلهم شخصيا أن يعطوا الأختام هذه كيف تخلط ولا مزورة، أو إذا كان إذا أن 200% مزورة، إذا كان الشخص احترف يقول أنا دخلت بلاد هجرة غير شرعية دفعت 150 جنيه، إحنا كيف ما القوات المسلحة أستاذ نبيل هنحكي لك بكل وضوح، القوات المسلحة تحارب الدواعش والخوارج ونظفت البلاد، علينا ننظف أنفسنا وننظف أرواحنا من الشوائب اللي معانا من دواعش المال العام، ما إذا كان ضابط والله ما من الشرف أن يقعد ضابط في المؤسسة الداخلية، إذا كان ضابط صف من لنا الشرف أن يقعد معانا، إن الشخص باع ضميره، هذا شر من الداعشي وشر من الخارجي، وضروري قبل ما نصفوا الجيش نظف الخوارج والمرقين من البلاد، الحمد لله منطقة شرقية آمنة بناسها بجيشها بداخليتها، لازم ننظف أنفسنا، وهذا أصعب بكثير بلازم محمد أن ننظف أنفسنا بعد أن ننظف الوطن من الدواعش الخوارج الأجانب، أصعب بكثير يعني. لا. إن شاء الله يعني لا نحصل ذلك، ونحن والجيش يد بيد تو حاليا المنطقة المفروض اللي حررها الجيش، هذا عمل الداخلية، أنا ما قلت لك وزارة الداخلية أسوأ للأسوأ، أنا أحكي لك الواقع يا أستاذ نبيل، مفروض السيد وكيل وزارة الداخلية اللي تم تكليفه أخيرا يشد من الأعضاء يقبى مؤازر لرجال الأمن، الشخص اللي مصالح في الداخلية يتفضل ويعدي يطلع برا من المشهد، لكن نحن نحكي عن نفسي وعن قدام كلمتنا حنحاربوا أي شخص مزور، أي شخص مهرب، أي شخص داعشي مال العام، نحن قضايا مرن علينا وللأسف ونقولها بكل صراحة ضروري أن نلقوا يد من الدعم الجهات الحكومية فيها، يعني نلقوا راجل في الجوازات يزور، يعني نلقوا راجل في منفذ مساعد يزور، يعني نلقوا راجل الضابط يهرب، يعني نلقوا ضابط صف يهرب، هذا وباء ضروري نخلصوا منه، إذا ما واجهناش الشيء هذا يعني كان بيحكوا على التهديدات والله بيحكوا على الأمور الأخرى، والله ما فيش حد أنا أكثر الكلام هذا، لكن في النهاية لك العمر ورزقك على الله، والله ما يديروا حاجة، مفروض نقول لك مرة ثانية ننظفوا أنفسنا وننظفوا وزارة الداخلية من الشوائب اللي قاعدين فيها. وكأنكم اكتشفتم شبكة تهريب وتزوير ملازم محمد، يعني من خلال الاعترافات التي استمعنا إلى جزء منها على الهواء وأخرى لطول مدة عرضها يعني تجاوزناها قبل الحلقة، يعني وكأنكم هنا اكتشفتم شبكة تزوير خصوصا للسودانيين شرق البلاد. شبكة تزوير خطيرة، إذا كان شخص سوداني أو مصري دخل البلاد هجرة غير شرعية، أجيت أختم لك أنت ب 150 جنيه، إذا راك ثورة مش قافل، مش مطلوب عند دولتها، مش داعشية، مش جاي فجرة، تختم لك أنت ب 150 جنيه، يعني تبيع وطنك وبلادك وناسك ب 150 جنيه، وصل درجة، للأسف الخاتم الليبي مزور، الخاتم المصري مزور، كذلك خاتم المطار مزور، كذلك الكروت الصحية يزوروا فين، يعني في واحد من السودانيين إذا شفت المقاطع يقول أنا دفعت 650 جنيه، جاني كرت صحي، وجتني إقامة، وجاني خاتم دخول من الدولة المصرية، وخط خروج من الدولة المصرية، وخاتم دخول من الدولة الليبية، هذا الشيء يبدي، فقط حتى نكون واضحين ملازم محمد، الأختام والأوراق هي أوراق صحيحة ولكن طريقة إعطائها أو منحها هي طريقة غير صحيحة، طريقة غير شرعية، صحيح؟ الأختام يا أستاذ نبيل، الأختام صحيحة، قرناها بأختام أخرى، جبنا ناس هنا بالجبهة المتفقية، شفنا ناس ليبيين داخلين من طريق مصر، وزادتهم الختم الدخول اللي ختمين به الليبيين نفس الختم اللي وجدناه في الجوازات المصرية السودية، سوداني يجي تهريب يوصل طبرق، يعطي جوازه للمحمدين والله الإسماعيل والله الياد هذا، وهذا ما يعدي سلوه للشخص هذا، للعلم الشخص هذا ما يتبع الجوازات طبرق، لكن الشخص هذا يتبع مديرية طبرق،
خلينا نبغى معاكم بكل وضوح وبكل شفافيه. الرائد عبد الوهاب يعرف الكلام هذا كويس ويعرف الشخص وين، والشخص هذا تبعهم تبع مع مدريد امام صدرك وتعامل مع اشخاص اخرى في جوازات، لكن والله حنجيبوهم بالواحد حيجوه حنطلعوهم بالاعلام وبالقانون. نا عندنا تنسيقها مع النيابه العامه بالنسبه للاستاذ فارس الشريف اللي مسلم القضيه رقم 114/2017 واعطيته علم بالموضوع بالكامل، وهو لذلك تم تكليفه نفسيا مش بالتحقيق لكن بالذهاب لجميع هذه الجهات للتاكد من الاختام. هذا الخط ما صدر منك صدر منك. حدثنا اكثر عن هذه الاختام، نحن نراها الان على الهواء ملازم محمد، ما هي هذه الاختام بالضبط والاوراق التي كنا نراك في التسجيل يعني تفتشها وتثبت بانها مزوره، ما هي هذه الاختام؟ يعني ما الذي تثبته؟ واحد من زوازات قدامي يا استاذ نبيل ختم دخول رقابات زوازات مساعد يوم 2/1/2017 الدوله الليبيه، يعني شخص هذا دخل من مصر لليبيا يوم 2/1/2017 وهو جهه غير شرعيه عباره عن زوازات. للاسف نفس الخاتم ونفس التاريخ المصري، يعني خاتم مصري وخاتم ليبي، نقول لليبي تمام ولا لا؟ انا في شبه التصوير 200% في الخاتم مصري. اذا كان الخاتم الليبي عندهم علاقه بشخص عنده خاتم وختمنا ب 150 جنيه، كيف تحصل على الخاتم المصري؟ انا في موضوع انا كان في الحدود المصريه، كيف تحصل عليه خاتم المصري الا اذا كانوا مزورين خاتم وقاعدين عندهم يختموا به؟ هذا بالنسبه للجوازات السويدين، كذلك الاقامه، لقينا اقامه صارت مسلمان وهو ما لهاش الا خمس ايام خاش من السودان تهريب، المصر من مصر خاش ليبيا تهريب، وصادره الاقامه نتاعها من الصرمان. بلا صرمان هذه مش عارف اذكر وقبضتم عليه جنوب شرق جدابي. يعني لفه طويله. وقاعد عندنا وتحضرنا عليه، حولنا قضيه للنيابه ومبشرين بالتحقيق، وطمن الشخص اللي زور في مدريد امام صدرك، خلينا نحكي لك واقع، من المجامله هذه المفروض نتفكوا منها، والقصه هذه العور المفروض يبقى عور في عينها. لكن ملازم محمد هناك ايضا من المهاجرين من اعترف بانه دفع اموال لموظفين في بنغازي. هؤلاء ماذا فعلتم بشانهم في بنغازي وفي الابرق؟ كذلك من ضمن التكليفات من النيابه العامه اللي قالت قدامي استاذ نبيل، نحن مشكله صار خطا في السكاي هذا ورد لكي السيد رئيس قسم مصلحه الجوازات والجنسيه وصول لجانب بنغازي باعث التحيه بإشارة القضيه رقم كذا، حل اليكم عدد 7 جوازات سفر صادره لقامه من قبلكم، نعمل منكم، هل تم صدور هذه الاقامات من قبلكم ام لا؟ وهذه موجهه من الاستاذ فراس الشريف وكيل النيابه العامه الجابيه الى شؤون ولجانب بنغازي، اذا كان شؤون ولجانب بنغازي قالوا فعلا صادرات من عندنا، قول كيف الظلم من عندي؟ قالوا الناس هذوما دخلوا هجره غير شرعيه عباره عن ذكر من طبرق لعند بنغازي، خدمتونا وردا 650 جنيه، قولنا الشخص اللي ختم السياره من يعني من بخبط هذه بالواحد يطيحه قاعد اسمع ورفته الشخص اللي من جنسيه بنغازي في الاقامه وبياناته بالكامل، اذا كان هذا مزور يقول مش بالكلام هذا. بعد كل هذا اعتقد انه لا يجب ان نستغرب ابدا ان هناك افارقه او اجانب بشكل عام يقاتلون الجيش كارهابيين في ازقه الصبري وسوق الحوت. ما تستغربش استاذ نبيل اذا كانت طريق هذه اسهل شيء لهم تو يدفع 150 جنيه ولا 650 بالدعوه في البلاد تمسك انت في بوابه تقول اعطيني شرابك هذه اقامتي وهذا الكارت الصحي وهذا الحصر وهذا دخولي عن طريق منفذ مساعد. كل شيء في الظاهر اوراق رسميه صحيحه ولكن حين التدقيق تنكشف الجريمه. حين التطبيق هم من المحترم لك هو شخص بروحه ربه في بيضحه من 2015 في شهر 7 تم منع الجاليه السودانيه من الدخول من منفذ مساعد، اي سوداني يخش طيران فقط لكن عن طريق المنفذ البري ممنوع يخش السوداني. لقينا الاختام في 2017 و2016 كيف صار قلنا الكلام هذا؟ او ما اتفقنا مع الناس اللي بتعرف ان فيهم اللي مش عارف شيء، ما يجيك فراش مسكين يبي عمل، شن هوايته، شن برنامجه، يجيك مقدم. في ناس ماشيه لطرابلس، في ناس ماشيه لمصراته، في ناس ماشيه للجهاديه، وفي ناس ماشي المنطقة الغربية بالكامل، في ناس ماشية الصرمان، يختموا لهم يقولون تفضلوا وعدي، ويجي عليك البوابة الضحمة، أنا ثلاثة سليمة وعدي، لكن في نقطة نبي نرجع للأستاذ نبيل، نبي نحيي الشباب اللي يسمعوا فينا حاليا في بوابة الديفان على مجهوداتهم بالذات تكتب اليوم اللي تضغط القضية هذه، ضابط قصر والناس اللي معاه بارك الله فيهم، يعني المفروض الناس هذه تمام نقدموا لهم جزيل الشكر والتقدير على ما يعملوا فيهم هذا الوطن، لكن نتمنى من أي شخص حامل مرسوم للدولة والله أي شخص يقبل وزارة الداخلية رعي الله والوطن أمام فيها الناس أمام فيها البلاد، رقمتي والله في البيع البلاد ب 150 جنيه
والله الان رسميا ملازم محمد الى اين تسير القضيه يعني؟ كيف استاذ نبيل؟ اسال رسميا يعني بعد الاعترافات بعد ضبط المهاجرين وهناك اسماء انتم تعلمونها جيدا، طيب يعني هل الامر لدى النيابه؟ هل سوف يتم فتح تحقيق ام سوف يعني متكتم عليه؟ المحاضر نعم المحضر زي ما قلت لك عند مكتب سلطه الديفان، وفي نفس المحضر في بحث الجنائي الزابية تم اتحاد المحاضر للنيابه العامه الزابية حضر نفس رقم القضيه نتابعوا نحن والبحث الجنائي الزابية والبحث الجنائي طبرة القضيه، كذلك لا ننسى مشهودات قسم البحث الجنائي الزابية وسيد رئيس التحقيق وشباب الضبط والقبض اللي في معانا، كذلك جهاز المباحث الجنائيه اللي تم استهدافها اخيرا في الجابية اعطينا علم بالمعلومه هذه وتقصف فيها. انت المعلومه اللي تديها في المريخ حنقولها لك، اي شخص شارك في التزوير، اي شخص حضر فلوس سواء من مدريد او من طبرق سواء من اجدادي سواء من مساعد والله ما نهل دينا. لكن هل هناك جراه ملازم محمد، هل هناك يعني قدره وجراه على اتخاذ اجراءات حيال هؤلاء المتورطين في جوازات المنطقة الشرقية طبرق بنغازي او غيرها من المناطق؟ هل من الممكن ان يتخذ اجراء حقيقي ضدهم ام ان هذا كلام يعني مجرد كلام على الهواء؟ بالنسبة لنا نحن حنأخذ اجراءاتنا من نيابة كما قلت لك استاذ نبيل حنخاطبوا البحث الجنائي طبرق بالقبض على اشخاص، والله نحن عندنا اربع اشخاص مرئين وهم الاربع رجال امن وعندنا بالاسماء وبالصفه وبالرقم العسكري قلت لك ومعروفين وين اعمالهم في مديريه عام طبرق او في جوازات طبرق او في منفذ مساعد، اذا لم يتم القبض عليهم حنخاطبوا سيد وكيل وزاره الداخليه بايقافهم ان فيهم ضباط تنبه معك واضح، الضابط اللي يحمل مرسوم الدوله لا يتم القبض عليه الا عن طريق وكيل وزاره الداخليه بعد الموافقه الا اذا كان متلبسا في الاجراءات الجنائيه عندنا يا استاذ نبيل. لكن هذا كله انا بنحكي لك عن نفسي، والله قضيه مش حتنازل عليها وحنجيبوهم ونجيبوهم، ولا بان اي شيء حنحلاهم وحنحكوه، اذا اي في شخص بيسطر عن الناس هذه والله بيخطب قضيه او بملامحها نحن مش مستعدين للمحترم يلقي للماز الالي او نسطر عليه مجرم، حنطلعه بالاعلام وحنحكوا نقول من الشخص اللي حاول والله يبدي يقدم قضيه هذه يا استاذ نبيل. أيضا عرضنا فيديو يتعلق بتهريب أموال وسيارات ليبية إلى مصر والسودان، لو تحدثنا عن هذا النوع من الجرائم وكيف يعني يؤثر على اقتصاد ليبيا من خلال ما تضبطونه وتسجلونه في سجلاتكم؟ بالنسبة لتهريب السيارات الشيء اللي يوجعك أن شباب ليبيين بعد تحكي معاه تقدر تشوف السيارة كتيبها توكيل باسمها وما بعد اثناء التفتيش نلقى توكيل باسم شخص سوداني يقول سيارة من؟ بعد نحكم معاهم يقول انت شاب ليبي تبيع في البلاد كيف ما فهمنا يقول انا والله انا واخذ 500 جنيه من خبر من اجتياح يقول وصلها لعند مساعد من مساعد يبي يستلمها مني شخص سوداني هو اللي خصصها عن مصر من مصر تمشي للسودان بدون ما يدفعوا جمرك بدون ما يدفعوا شيء اللي بيضع 500 جنيه تقول له ليش؟ يقول له والله تبي تعاود القصه بتاعت الميزانيه بتاعت المصارف انا ما جبتش فلوس انا يا اخي مش حجه مش خليك تبيع وطنك الواحد السوداني رامي دولة السودان والله هي دولة شقيقة تمام نحن نحمو في بلادنا نحاربوا أي شخص مهما كانت دولته مهما كانت صفته مهما كانت قبيلته. نحن الآن على شاشة ملازم محمد نرى ألوف من الأموال الليبية مكدسة على الطاولة أمامك كانت بحوزة سودانيين مهربين. الشخص السوداني اللي لابس طبيعي هذا تو حاليا في الشاشة الشخص السوداني هذا من سكان مدينة البيضة وللأسف اتاجر في السيارات يلم في فلوس يشتري سيارة زي ما تقول حق 11000 ياخذها ب 12000 عبارة ما يدفعش عليها زمرة يرقب فيها واحد يده 50 جنيه يشيلها عند الجدادية قلنا له كمين وهو مستلم صفقة سيارات في بورصة البيضان وضبطنا معاه قريب 82000 جنيه ومعناها شو والله وللأسف من عندنا جديدة ان المواطن اللي بيمشي لمصر محصل 500 جنيه هذا السوداني عنده 82000 جنيه وللأسف نحكي لك واقع المنطقة الشرقية هذه كلها جت عليه السوداني هذا صورنا كيف صور كم كيف فهموا لنا شلون راجل معاه مبلغ مالي ويقول انا اتجر في السيارات والتجارة ممنوع منين المبلغ المالي هذا وفي جوازه ما طقش شهرين دخل ليبيا بعد تخطيطها معاه تبين وجاتنا برقيه من الاداره العامه للمباحث الجنائيه البيضاء انه مطلوب عندهم هو المبلغ وتاتي حادثه الاداره العامه للمباحث الجنائيه ولعند اول امس
اتصال مع امر مباحث ثنائيه ونتصل على القضيه هذه. انا كما قدر ارسل لي اي قضيه يعني كان نفسي تم حلفت لاي جهه ونتابعها، بنعرف نهايه القضيه دي من المصدر، هل تم الافراج عليه؟ هل تم في محاباه؟ هل القانون قضاء ما جرى؟ ونتابع القضيه، كل ما زلنا قاعد عندنا وحولناه للنيابه وقضيه عند النيابه، شخص داخل هجرة غير شرعية، تهريب واصل للبيضة، يشتري يبيع في السيارات عن طريق التحويلات من السودان، يعني بلاد ما احترام الناس اللي تسمح فيها ولا تستثمر مهلوكة من الأجانب، يبيعوا ويشتروا فينا ومع مساعدة الليبيين، يعني زي ما قلت لك شاب ليبي تقول له ليش تشوف شاب يقول لك والله أنا نعدي للمصرف نقعد من هذا الغزة ما حصلش 200 جنيه، السودان يعطيني 1000 جنيه الموصلة اللي عندي بساعد ولا الموصلة اللي عندي جابية. هذه المسائل اللي عايشين يا أستاذ نبيل بالنسبة للموضوع اللي تو على الشاشة قدامي. طيب ملازم محمد، يعني جريمة تهريب السيارات بالإضافة إلى تهريب البشر وتزوير أوراقهم ودخولهم وكذا إقاماتهم، هذا كله يجعلنا نسأل منذ أن تم إنشاء مديرية أمن جنوب شرق جدابية ومركز شرطة البيضان وباقي المراكز والبوابات الأمنية في المنطقة الجنوب شرق جدابية، حدثنا عن سجلكم، سجل الضبط، سجل القضايا التي لديكم منذ أن بدأتم العمل لغاية الآن، كم جريمة ضبطتم حتى نفهم نوعية ونشاط هذه الجرائم في المنطقة المذكورة؟ للمديرية بصفة عامة عندها قضايا، وكل مركز شرطة عندها قضية مختصة به وعندها سجل قضايا تحول للنيابة. أنا أحكي لك مما مختص به هو مركز شرطة البيضان، القضايا بالكامل اللي موجودة في مركز شرطة البيضان يتم حالتها إلينا من بوابة البيضان اللي تقوم بمجهود في مديرية أمن. أنا أحكي لك الواقع، تاريخ إنشاء بوابة البيضان من 15/12/2015 إلى غاية 2017 حاليا ضبطت اكثر من 1982 قضيه، في منها 700 قضيه وصلت الى الجنايات، اخرها كانت اكبر قضيه او في المنطقه الشرقيه كان تم ضبط 2 من مخضر الحشيش وتم اعدامها بحضور النيابه العامه وجهه مكافحه المخدرات الاجدابيه. للاسف لان توا وتلك الجريمه مشهوره، يعني 2 طن من الحشيش، يعني هذا رقم لا ينساه احد بسهولة. 2 طن من مخدر حشيش فعلا، وبحضور جهاز مكافحة المخدرات الجابية وكذلك النيابة العامة تم إعدام الكمية بحضور السيد العقيد فوزي المنصوري أمام غرفة عملية القتل. في بداية كلامك معنا على الهواء ملازم محمد كنتم تؤكدون أنكم في مديرية أمن جنوب شرق جدابية وعبر المراكز الأمنية التابعة للمديرية يعني سوف تعملون بكل ما أوتيتم من قوة وجهد لضبط الأمن واستتبابه والتصرف مع المجرمين والمتجاوزين للقانون رغم أي قيود سواء في من نقص الإمكانيات أو حتى من الضغوط الاجتماعية أو القبلية. وهنا أريد أن أسألك في ختام هذه المقابلة، أنتم ملازم محمد موجودون في مكان لا يمكن أبدا نكران السلطة القبلية فيه، كيف تتعاملوا مع هذا الوضع؟ بسلطة القانون أستاذ نبيل. نعم؟ بسلطة القانون. أنا بوصل لك معلومة طبقتك، أنا موضوع كنت بنفتحها الموضوع إن كيف ما قلت لك نحن لم يتم دعم المديرية ولا مراكز الشرطة في أي شيء. ابسط الوقود بتاع السيارات والله يعني في كلام المفروض واحد ما يقولهاش يعني على الاعلام، لكن خلاص فد الموضوع من القوات المسلحه من غرفه عمليات جدابيه من 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 منطقه عسكريه جدابيه نمشوا لهم يا هو نبوا وقود المديريه يحطوا فينا وقود يا فلان نبوا تمويل لنا عسكريه اعطينا تمويل، اذا كان وزاره الداخليه لم تنظر لنا بعين الرقيب ولا بعين المسؤول ولا بعين شيء، ممكن تحكي في الاعلام وتبقى تحكي تقول يا هو ما اظن شيء ثاني يوم يقول لك تعال انت بالتخطيط والله يحول المديريه والله، لكن انا هذا الكلام ما اظن احنا نقولوه ورافعين رؤوسنا ما تحشموا من شيء. ما رسائلكم للعقيد عادل عبد العزيز وكيل وزاره الداخلية المكلف بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عبد العزيز؟ رأيناه ذهب ببعض الإمكانيات إلى أقاصي ليبيا تقريبا، وصل الزنتان وما بعد الزنتان، لماذا لا يقوم بدعم مديرية أمن قريبة منه جنوب شرق جدابية؟ هو وصل حتى إلى جدابية. للأسف فما نقوله العقيد عبد العزيز بناء دعمه على توجهات قبليه على معارف شخصيه على مواضيع نحن بعيد عنها،
تم دعم الجنوب اللي ما كانش متحرر والحمد لله وتحرر، تم دعم مديرية أمن لا وجود لها على القرى، تم مخاطبته. أنا شخصيا حكيت مع العقيد هذا في دعم المديرية، وللأسف تم الأفصال يطلع علينا مشيات لجدابية وما بعد جدابية. نحن مديرية جدابية واحد وعمل واحد قدمنا فيها ومثلنا نخدم فيها، معناش فارق في أي شخص، لا في مديرة من جدابية ولا غير. لكن أنا راجل في مديرية قوتي وقوة بالله وعندي مراكز سلطة وضرب تركيز، تعطيني إمكانيات، تعطيني حافز للعسكري. إذا كان قلت لك القضايا اللي نحكي لك عليهم ما حد درس الشكر للعسكري ما عطوش ده، بارك الله فيك يا سيدي. أنت مولع الحب والورق اللي عندك طيب الله يسماوي. أنت اللي دعمت السيارات، اللي أعطيت تمويل كيف كيف الناس، اللي أعطيت ذخيرة، تطلب منا في عمل كيف. إننا نحيي الشباب اللي يخدموا والله يا سيدنا بالوطنية. إذا ما كانش حب الوطنية عاد يرد الحواشينا. أنا مش مستعد كرئيس مركز نجي نضغط على ضابط صف والله يعني عسكري معي يقول تعال لعملك، هو ما عندهش وكال، هو ما عندهش بنزين السيارات، هو ما عندهش طالب في بندكسة. ومع هذا تعملون وتخاطرون بحياتكم. في صراحة نحن لهذا فخرون بدعمنا لكم وباستضافتنا لكم في برنامج أكثر أن نقترب منكم أكثر، ولكي يعرف الليبيون جميعا في طول البلاد وعرضها أن هناك رجالا بالإمكان الفخر بهم والاعتماد عليهم من أمثالك ومن أمثال كل الوطنيين الشرفاء في كل المجالات. أشكرك جزيلا ملازم ثاني محمد سالم رئيس مركز شرطة البيضان الناطق الرسمي باسم مديرية جنوب شرق جدابية. هذه تحيات برنامج أكثر لكم جميعا في المديرية. فتح مسار طريق بن وليد العربان أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في أكثر. انطلق في بن وليد مشروع إنشاء طريق جديد سمي بطريق بن وليد العربان. ينشأ الطريق بمجهودات ذاتية بحتة من دون تدخل الدولة ولا سلطاتها المعنية. نتابع معا هذا المشروع ونسأل في أكثر إلى أين وصلت نسبة الإنجاز فيه. وتعليقا على هذا الموضوع نتابعه أكثر، مشروع إنشاء طريق بن وليد العربان معنا مجموعة من الضيوف: علي النقراط رئيس المجلس المحلي بن وليد، وعمر سليم رئيس جمعية السلام للأعمال الخيرية بن وليد، كلاهما يحدثان من بن وليد. أبدأ بالسيد عمر سليم رئيس جمعية السلام للأعمال الخيرية. سيد عمر، وصلنا بأن هذا المشروع رغم ضخامته وأهميته لبن وليد ولكل المنطقة والأهالي والمدن المجاورة، هو مشروع يقام بمجهود ذاتي بعمل خيري تطوعي أو بجمع تبرعات، وجمعيتكم من بين جمعيات كثيرة في بن وليد يعني وراء هذا المشروع. حدثنا أكثر عن المشروع وعن دوركم فيه وكيف بدأت يعني الاتجاهات في التفكير فيه وإلى أين وصل الآن؟ مساء الخير يا أخي العزيز، ومساء الخير لكل المستمعين في إذاعتكم الموقرة، وكل عام وأنتم بخير. الله يحفظ ليبيا وعبد ليبيا بالأمن والأمان. يا أخي العزيز، هذا المشروع هو مشروع خيري أهلي داخل مدينة بني وليد. هذا المشروع هو طريق بني وليد العربان، الطريق الرابطة بين بني وليد والعربان، رابطة المنطقة الغربية بالمنطقة الوسطى، بعمل خيري
واهلي داخل المدينه. هذا المقترح كان مقدم من جمعيه السلام للاعمال الخيريه والاغاثه بمدينه الوليد 27/1/2013 باشراف المكتب الهندسي البعد الرابع على راس المهندس مسعود فرج وبعض المهندسين المتطوعين داخل مدينه الوليد للاعمال الخيريه في عمل خيري داخل هذه المدينه. والعمل كله وكل الشركات والتشاركيات الموجوده اخي العزيز في مدينه الوليد حوالي 13 14 شركه هم متطوعون بوجه الله لعمل خيري وانساني او ربط خط تجاري بين المنطقه الغربيه والمنطقه الوسطى داخل مدينه بني وليد. وكل الذين ساهموا في هذا المشروع هو عمل خيري داخل المدينه معتمد على الاهالي معتمد على المؤسسات المجتمع المدني. سيد عمر على الشركات شركات كوبرا. ايوه لماذا فكرتم بالاساس في انشاء هذا المشروع مشروع طريق بن وليد العربان؟ هو المقطع يا اخي مقطع سابق من مده زمنيه طويله من السابق من ايام الدوله السابقه كان مقطع قديم ولكن تم تسجيله. هناك بعض الاشكاليات في الطريقه في بن وليد وترونه، ولكن اخي العزيز هو الاساس زي ما قلت من 27/1/2013 هي الفكره، ليس اقفال الطريق بل هي فكره ان فتح خط تجاري بين المنطقه الغربيه والمنطقه الوسطى من مدينه غيان الى مدينه بن وليد. معرض تقرب المسافه على الطريق بن وليد سالون طرابلس حوالي الفارق بينها اقل منها ب 37 كيلو، تربطك بمدينه غيان، تربطك المنطقه طرابلس بشير تونس تمشي نفس الطريق هذا طريق العربان للغيان غيان تونس. طيب في ظل عدم وجود هذا الطريق طريق بن وليد العربان اي الطرق انتم تستخدمون حتى تصلوا لتلك المناطق وكم تاخذ منكم وقت وجهد؟ نمر عن طريق مدينه سيناي، عن طريق مدينه سلسم، عن طريق مزه، عن طريق عمان، حوالي 350 كيلو عشان نوصل للعربان او نوصل لمنطقه غريان. ولكن هذه الطريق الفرق هو 35 كيلو فقط. من ثلاث ساعات تقريبا الى نصف ساعه. من ست ساعات الى نصف ساعه للوصول الى طريق الغربان ومنطقه امنه ومنطقه لا توجد فيها حتى جسور او مناطق وعره، منطقه خصبه، منطقه زراعيه، منطقه منطقه ايضا بعد انشاء الطريق تتم فيها افتتاح مزارع طرق اراضي سكنيه. حتكون ربط كبير بين المنطقه الغربيه والمنطقه الوسطى بغض النظر عن الحساسيات الموجوده في طريق الزارونة، ولكن هذا الفكره الاساسيه في الموضوع اخي العزيز والمستمعين. نعم اخي عمر، في العاده بالتبرعات تبنى مساجد، عيادات، مراكز، مستشفيات او حتى انديه، لكن ان تبنى طرق هذه مسؤوليه الدوله ووزاراتها وسلطاتها الرسميه. كيف يعقل أن تقوموا أنتم ببناء مثل هكذا مشروع بتبرعات أهلية مع النظر للوضع الاقتصادي العام الذي تمر به الدولة والليبيون؟ صحيح أخي وكلامك في محل، هذا أول طريق للناس تكون طريق تاريخية وإنجاز أهلي داخل مدينة بن وليد. حيكون خصم من مرتبات الأهالي حوالي 28,000 مرتب على كل مرتب 50 دينار، هناك خصومات من المحلات من اصحاب الجمل من التشاركيات من الشركات والفله حول العالم. هذه طريق خيريه حيساهموا فيها كلها بمد جسور مد يد العون مد يد الخور مد يد الخير لكل الليبيين. بن وليد دائما تكون سباقه في عمل الخير في عمل الانتخابات في لم الشرب بين الليبيين. لكن هل تعرفون كم سوف يكلفكم هذا المشروع من جمع اموال متبرع بها؟ اخي العزيز عندما يكون العامل خيري يكون اقل، هناك في السابق توقعنا ان تكون عامل للدوله حوالي 40 مليون، لكن يمكن الان تستوجب علينا توفير 14 15 مليون، الباقي عامل اهلي وخيري. هناك من يتبرع بالقطران، هناك من يتبرع اخي العزيز بميزته، هناك حوالي 35 اله تشتغل مجانا من جميع الشركات في مدينه بن وليد. الشركات المتبرعه للاعمال الخيريه هناك 12 شركه متبرعه لهذا العمل. وكل شيء نحتاجه زي ما قلت لك عمل خيري. طيب. هناك لكن سيد عمر هذا الطريق يعني
هو لا يعني فقط بن وليد وإنما يصل حتى إلى مناطق أخرى مثل العربان، هل هناك من تبرعات أو من أعمال تطوعية من جانب المناطق الأخرى التي يصل إليها الطريق المنفذ؟ والله يا أخي العزيز، أما المنطقة العربان وعلى المنطقة الثانية هم زي ما قلت لك حيتم رابط وحيبقوا يعني حتى المنطقة زي العربان زي نسمة زي مزة حتبقى منطقة تجارية، ليس المنطقة الوسطى والغربية، حتضبط المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية أيضا. ولكن هم أعطونا بعض الكلام أن إذا تقدم العمل ونجح الأمام ستكون هناك مساعدات من العربان والمنطقة الثانية، ولكن نحن هذه بن وليد شباب رجال أطفال شيوخ مجلسنا الاجتماع المؤقت مجلسنا المحلي كل المكونات الاجتماعية الجهات العامة الشركات الأمانات صمدنا وقررنا بأن هذه الطريق ستنتهي في سنة في سنتين بإذن الله مصممين على إنهاء هذه الطريق. نعم شكرا شكرا لك سيد عمر السليم رئيس جمعية السلام للأعمال الخيرية بن وليد. أتحول إلى رئيس المجلس المحلي بن وليد السيد علي النقراط. سيد علي أهلا بك في برنامج أكثر. لهذه الدرجة السلطات الرسمية ميؤوس منها في بن وليد حتى يتطوع أهل بن وليد ويقوموا ببدء تنفيذ مشروع إنشاء طريق وهذا المشروع ليس بالهين مثل ما قد يتصور البعض؟ اولا مساء الخير ليك استاذ نبيل والى كل متتبعي قناتكم. الحقيقه اقبل على كلامك استاذ نبيل، هذا المشروع وهذه الاعمال الضخمه فعلا تحتاج الى دعم من مؤسسات ومن حكومات وتحتاج ضخ اموال كثيره، ولكن نعلم جيدا الظروف التي مرت بها المدينه في الفترات السابقه منذ سنه 2011 استاذ نبيل، ويعلم الاخوه داخل المدينه وخارجها الظروف التي مرت بها سواء في التواصل مع الحكومات المتتاليه على الدوله الليبيه. اتذكر في السابق كمجلس محلي قمنا بمراسله وزاره المواصلات في فتره حكومه علي زيدان، والموضوع وصل الى مراحل متقدمه ولكن تم ايقافه بطريقه او اخرى. ايضا الانقسام الذي حدث في الدوله الليبيه ساهم جدا وساهم كثيرا في عدم قدره الحكومه على تغطيه هذا المشروع. نحن في الفتره الاخيره منذ عده اشهر ماضيه خاطبنا المجلس الرئاسي بخصوص هذه الطرق المهمه. نعلم جيدا موقع بن وليد الجغرافي والرابط ما بين الشرق والغرب وايضا الشمال والجنوب، فهذا الشريان الرئيسي اللي هو الطريق الرابط ما بين بن وليد ومنطقة العربان، فعلا هذا مشروع حيوي ومشروع أو مصدر أو عامل كبير للتنمية المكانية. فنعلم أستاذ نبيل أن هذه الطرق حتنتج من بعدها أو حتستحدث من بعدها عدة أصحاب المزارع سيستفادون منها. أيضا في سلك الطريق زي ما وضح الأستاذ عمر في اختصار المسافات سواء القادم من الجنوب والمار إلى مدينة طرابلس أو بالعكس. فالحقيقة قمنا بعدة مراسلات ومخاطبات لجهات أو الاختصاص سواء في الشرق والغرب، وإلى هذه اللحظة لم نرى أي موافقة مباشرة. نعم. اهتمام بهذا الموضوع. لكن ما مشروعية ما تقومون به سيد علي؟ رغم احترامنا وتقديرنا لهذه الجهود ولهذه التبرعات، لكن يعني قد تخرج جهة رسمية ما وتعترض على ما تقومون به وتقول بأن هناك مواصفات وإجراءات يجب أن تتبع رسميا لتنفيذ مثل هكذا مشروع، لأنه مشروع متعلق بأرواح بشر سوف يستخدمون الطريق إذا ما أنجز في النهاية. من يقوم الآن بتنفيذ المشروع خارج مظلة السلطات الرسمية سوف يتحمل أي أخطاء قد تكون موجودة في تنفيذ المشروع وتؤثر بعد ذلك على حياة الناس، أليس كذلك؟ فعلا استاذ نبيل، قمنا بالاجتماع مع الاخوه ومن على راسهم السيد المهندس مسعود فرج، هذا شخص مهندس قدير ومهني ومعروف في مدينه بن وليد، وايضا اجتمعنا مع الاخوه اصحاب الشركات والمقاولين. فهذا العمل اولا متركز والقواعد الاساسيه فيه هي الشروط الهندسيه والشروط المهنيه المتبعه في الدوله الليبيه بإشراف من
المحلي او من الاخوه في اقسام المشروعات سواء في المرافق او في مكتب المواصلات بن وليد. الحقيقه من الناحيه الهندسيه ومن الناحيه الفنيه هذا بانصراف الاخوه المتخصصين. ايضا جميع الاجراءات تمت عن طريق مكتب هندسي مختص وله باع كبير في هذا المجال، واعتقد ان الدراسات التي قدمت للجهات المسؤوله هي عن طريق هذا المكتب او مكتب اخر متخصص سواء في الدراسات او الى اين وصل المشروع الان سيد علي النقراط؟ طبعا الان بدات تقدمت 52 اعتقد شركه محليه، الان باشرت منها اعتقد 10 او 11 شركه بدات في المرحله الاولى وهي فتح المسار، والشغل المطلوب في هذه المرحله هي فتح المسارات وتوريد الطرق. طيب اشكرك جزيلا، سوف نتابع تنفيذ هذا المشروع والى اين يعني سوف يستمر هذا النفس الوطني الموجود لدى الجمعيات الاهليه واهالي بن وليد والشركات المنفذه المتطوعه لتنفيذ هذا المشروع، وسوف نسلط الضوء عليه في كل مرحله اكثر فاكثر. اشكرك جزيلا علي النقراط رئيس المجلس المحلي بن وليد. شوفوا سكنتنا في الاول كنا في مخيمات باهي، قلنا والحمد لله توانا في مدارس كل العائله في فصل، فهل الشايب فهل العجوز فهل المراه فهل العيل وعيل يقرا وعيل مريض، وهذه حالنا ولا من يعلم علينا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في اكثر لا اكثر من مر النزوح والتهجير الذي يتجرعه الاف من الليبيين في الداخل والخارج. قصص الم بدات قبل نحو 5 اعوام وتؤلم كل يوم اكثر، والى الان لم يجرؤ احد على وضع نهايه لها. اكثر يروي قصه جديده من واقع التهجير لمهجرين من تاورغا يروون بانفسهم قصصهم ومعاناتهم. علكم تعملون لهم شيئا. والله بالنسبة للوضع يعني في هنا السكنة للمدارس أو قدامك الوضع يعني الصورة أبلغ من الكلام، يعني الوضع مزري صراحة. العائلات تبقى العيلة كبيرة وفي فصل واحد الأم والبو والصغار، وخاصة تو نقول إحنا خلينا من الفترة اللي فاتت فترة الشتاء تو فترة الامتحانات الطلبة يعني اللي يعانوا منها تقافل في نفس الفصل هو وأمه وأبوه وأخوته الصغار، يبقى يذاكر يعني ما يجمعش، يمشي للمدرسة تلقى تقول له أنت حفظت خلاص وكملت، يمشي للمدرسة تلقاه من غير مذاكرة ومن غير ركي. يعني صعبة حياة صراحة، ما نقدرش نوصف لك يعني الحياة اللي عايشينها هنا هنا وناسنا في المدارس. والله نتمنى من الجهات المختصة والناس المسؤولين ومجلس النواب وأي حد يعني شاف وضع تورغة أن إحنا طلعنا من مكان للأفضل، وإحنا نتمنى العودة لتورغة صراحة. 6 سنين مهجرين وخاشين على السابعة، يعني ما فيش ولا حد فكر في الرجوع للعودة، يعني كل ما يقولوا قرار العودة في النص الأول في الربع الأول من السنة تتم السنة ونخشوا في السنة الجديدة، وما فيش أي قرار يعني تنفذ خاصة للعودة. يعني تورغة ما لهاش، سواء حولتوها من مدرسة حطيتوها في مخيم حطيتها في حياش، غير تورغة ما نرتاش بمكان. الشيبان يا وليه 3 سنين وخاش ل4 سنين وحتى هو معاش ما عنداش، ولا جار ما نقدروا عليه، والمدارس يقولوا بيطلعوهم وما عندناش مكان نمشوا له. والولد وليه من 2011 ما راش فيها قرش، والولد الاخر من شهر 10 حتى هو ما عندهاش معاش يجري على السكه ما حصلهاش، وان شاء الله ربي. وحياه تعبه نقنا حياه تعبه، وان شاء الله ربي يفرج علينا ويردنا لبلادنا، وان شاء الله ربي يردنا لبلادنا، وان شاء الله ربي يشبح فينا، وان شاء الله ربي يشبح فينا. ولا عدنا وين نستقر، ولا عدنا وين نمشي، ولا عدنا وين حياتنا عطيبه. والله هذه الحاله حتى هني عائله كيف الدار هذي، حتى هني كيفهم كي نفس العائله، عائله في دار وحده نركبوا فيها ونقعمجوا فيها ونرقدوا فيها، والمعاشات متناقش، والاولاد حتى هم ما عندهمش معاشات،
والله في واحد اخي حتى عنده عائله وحتى خلاص ما يخلص من جيتنا هنا، والله حتى خلاص ما يخلص وقاعد حتى في دار وحده. والحاله هذه وكيف ما تعرف. هو نقلنا كان قصه تورغه دم تو اللي بيقولوا بيروحوا بهم التورغه، ان كانوا هم اتفقوا على شهر بين وقالوا يحولوا هالسلاح ويشدوا هالميليشيات اللي المتمرده هذه. والله ما انا كارهين بلادنا، وكانوا هم بيردونا وبيخلونا بين هدا وبين هدا، من هنا بيجوا وانا دايرين منوشيات ومن هنا جايين دايرين منوشيات. قلنا احنا طلعنا ما الشيء هذا بيردونا للشيء هذا مره ثانيه، ما يصيرش منها. لو هم بيديروا حل وبيحولوا هالسلاح وبيبقوا على قلب واحد ونيه طيبه، والله ما انا قايلين حاجه، بلادنا ما انا كارهينها. وكانوا هم بيقولوا لا بنردوهم وبيحطونا وبيخلونا وبيعدوا، باش بنتلقوهم احنا. ولو نقول لك الحق راهم هنا المدرسه هذه ما فيش واحد يجاها بكره. ما جاء حد بكره. او من قبل العيد الكبير ما جاش واحد قال لي نشوف المدرسه شن ناقص عليها وشن تبي وشن لا حالتها مبايه لا حالتها يعني وعليه ما يجيبوا مدرسه ما يجيبوا لها في شيء. حتى المساعدات الاهالي ما فيش. الاهالي تو الناس كي حالك حال صاحبك وين اللي بيساعده؟ هم كلهم طالبين المساعده وين بنروح لبلادي توارغه. لا شينا سمعت نت واش ها حوش تورغة هذه أول قناة. حيش كنا في المدرسة هذيك والله ما قصر علينا يجونا، لكن بعد جينا المدرسة دي توانا لينا خاشين السنتين مرناش واحد جي. يعني هي أزمة صارت على الوطن وإن شاء الله ربي يفرج عليه الوطن، لكن تورغة بالذات غير كل اللي بين يبدو أنه يعني يبدو أنه غير كل اللي بينا. وشوفوا سكنتنا في الأول كنا في مخيمات باهي قلنا والحمد لله توانا في مدارس كل عائلة في فصل، فهل الشايب فهل العجوز فهل المرأة فهل عيل وعيل يقرأ وعيل مريض وهذه حالنا ولا من يعلم علينا. قنوات اعلاميه ما ريتش اني هنا ما ريتش قنوات اعلاميه من يوم جينا من بعد الكرامه. اول قناه هذه اول قناه وبارك الله فيكم على هاللفته هذه ونشكركم عليها. يعني المسؤولين بحاجه من المسؤولين ولا يعلم علينا حد من المسؤولين ولا ممكن بالك ما يحسبوش فيه ناس والله شيء اسمها متورغه ولا ما حد عبرنا ولا حد شافنا ولا حد شاف احوالنا انا نعانوا ان شاء الله ربي يفرج علينا. اسمي ساجة محمد شعبان، اتمنى ربي يشفيني، عندي مرض نوكيميا في الدم دي مستمرة في الدواء دي ما نمشي على المستشفى في الليل، وانا نتمنى ربي يعطينا حوش ويهنينا حوش معقم نتريحوا من المدرسة. بابا جيب لي في علاجي، كنت نعالج في مصر 8 شهور بعدها جيت هنا نوكيميا في الدم 3 سنين. اتمنى ربي يعطينا حوش معقم وكويس نتريح من المدرسة. كانت هذه إحدى أطفال التورغة المهجرين في بنغازي، أقصى أمنياتها أن يكون لها بيت، تتمنى من الله أن يكون لها بيت، ويتمنى أقرانها وأولياء الأمور أن يعودوا إلى تورغة. لا أعرف من بإمكانه أن يحقق لهم هذا الحلم الذي لا يبدو مستحيلا إلى هذه الدرجة مثل ما يحصل على الأرض الواقع. أبدأ بضيفنا السيد محمد العلواني وهو أحد مهجري تورغة، أيضا هو ناشط سياسي ومهتم بحقوق الإنسان بشكل عام، معنا عبر الهاتف من بنغازي. سيد محمد أهلا بك في برنامج أكثر، كل عام وأنت بخير، أرجو فعلا أن تكونوا بخير رغم كل هذه المعاناة والمرارة التي مهما نقلنا لا ننقل منها إلا جزءا يسيرا، لا تقترب أبدا من الحياة الحقيقية التي يعيشها كل مهجري تورغة، كل المهجرين الليبيين سواء داخل ليبيا أو خارجها. أولا أخي نبيل كل سنة طيب، كل سنة طيب ليك أنت والطاقم اليوم صح وكل
المشاهدين اللي يشاهدونا ويقولوا هذه نتورغ في ربوع ليبيا شرقا وشمالا المدن ويقولوا كل سنه وانتم طيبين. لو تحدثوا عن موضوع نزوح تهجير قسري ومنهج هذه تورغة هو موضوع ما يسداش حلقه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى قناه خاصه به مش حتغطيه الموضوع هذا الموضوع متراكم ومشارك وهمش حلم هذه تورغة انه هو يحلو السلطه ولا شيء. ونحن كاعلام لا نعرف ماذا نفعل اكثر من تغطياتنا الاعلاميه، بصراحه انا شخصيا بت اخجل منكم حينما انقل قصصكم وكل مرة بعد فترة أرى أن أوضاعكم لا تتغير، يعني لا أعرف ماذا يمكن أن نفعل كمنابر إعلامية للتخفيف من هذه المعاناة والألم الذي تعيشونه. هو أخي نبيل، أستاذ نبيل لو نتكلم عن إعلام، أنت في الشهر المبارك هذا بارك الله فيك ونسأل الله يجزيك خير على عملك الخير والتغطية الإعلامية لآل تورغة، بغض النظر عن الجهات الأخرى اللي أجوا الرأي العام وقالوا في أهالي تورغة ما لم يكن في الحسبان وقالوا فيه أكثر ما قال إمام مالك الخمر. اليوم أخي محمد من يتحمل مسؤولية استمرار هذه المعاناة عندكم لست سنوات على التوالي؟ أخي نبيل اللي يتحمل المسؤولية الأول والأخير هم الميليشيات الباغية العنصرية الممنهجة اللي ساعدت في إخراج أهالي تورغة اللي كان خروجهم في الشهر الفضيل في شهر رمضان المبارك، وطبعا كان الضرب بلا عوادة ما فرقش بين من يحمل جناح عسكري أو مدني أو شيخ أو طفل، فكان الرماية عشوائية وكان ما يسمى بالطائرات التحالف كانت حتى هي ساهمت وكانت ترمي وكانت البرجات من البحر حتى هي اصابت عدد كبير من العائلات وعندنا ناس قتلاهم في الخروج. طبعا رحله الخروج بروحها يا استاذ نبيل هي كانت في شهر رمضان خروج اهالي تورغة من منطقه تورغاء مشي على اقدار اللي كانت ما فيش وقود الى منطقه الهجره تبعد عنها 60 كيلو متر. انت تخيل انت واستاذ المشاهدين لما شيخ كبير او شاب او عجوز او امراه كبيره في العمر تمشي مسافه 60 كيلو متر وهي ما زالت صايمه. وهذه قصه في حد ذاتها يعني تحتاج الى وقفه وتعمق كبير، يعني كان حريا بكل الاعمال الدراميه الرمضانيه التي دفع عليها الالاف ان تسلط الضوء عليكم على قصه اهل تورغة على هذا المسير القسري الذي قمتم به، لا يجرؤ احد لم يجرؤ احد على مقاربتكم ولو دراميا بمسلسل واحد للاسف الشديد. للاسف الشديد اخي نبيل احنا هذه خلوها للكتاب وكتاب السيناريوهات والاخوه الممثلين كل واحد بما يبي يقدمه شو فيه هو عامل يصلح المجتمع هذه ما خلاها لهم. وثاني شيء احنا نتكلم على جريمه النزوح او نتكلم على جريمه التهجير القسري الممنهج حسب ما عرضوها في وثائق روما يا استاذ نبيل هي بان العمليه في التهجير القسري هي اخلاق غير قانوني لمجموعه من الافراد واستخدام السكان الارض ما يقيمون عليها وتنزل تحت جرائم الحرب والاباده الجماعيه. هذا بالنسبه اللي كان في الماده 49 لاتفاقيه جنيف في سنه 1949. طبعا كل مواد جنيف كل مواد جنيف الاتفاقيات الاربعه ينطبق على اهالي تورغة الى حد الان وما فيش شفناش اي تنديد وما شفناش اي ناس طالبوا فيهم. طبعا ناهيك عن الاختفاء القسري، ناهيك عن الاعتقال عن الهويه، ناهيك عن كل ما نقوله تورغي، ناهيك عن الفاظ العنصريه استاذ نبيل ممكن احنا نستخدمهم بعد 7 سنوات. الناس بانتنا الحقيقه حقائق واجد وعرفوا ان حتى المجتمع خلينا نقول لك استاذ نبيل حتى المجتمع الليبي بنقولوا ساهموا في القضيه لانهم اتهموا الناس جزافا بدون حق بدون ما يشوفوا اي شيء ملموس. هل تعانون من العنصريه حتى في مخيماتكم في شرق البلاد اخي محمد؟ لا بصدق وامانه اخي نبيل اقول لك احنا مخيماتنا الا في الشرق وفي الغرب وفي في الجنوب. الجنوب طبعا ما فيش مخيمات. المخيمات اللي في المنطقه الشرقيه اللي هو مخيم الحليف، مخيم ابو هديمه، جدابيا، منطقه 35، منطقه المدينه الرياضيه 1 و2، هذول كلهم في المنطقه الشرقيه. لا بصدق وامانه اخي نبيل اقول لك ما نكذبش عليكم واقول لك لا بالعكس من اول ما جينا
ارسال الفضل لابناء المنطقه الشرقيه، ومن ضمنهم في منهم ابناء عمومتنا اللي اتجهوا للجفره وقالوا عندنا اهالينا موجودين في الجفره واهاليهم موجودين في الصحراء، واتجهوا وجابوا اهاليهم منهم من بسيط المخيمات ومنهم طبعا من بعض ابنائنا من اصول كورها سكان منطقه بنغازي. نحييهم في اللي وصل عند العدد 10 عائلات وفي اللي عنده 8 عائلات وفي اللي وصل 40 نسمه في بيت واحد وفي طيب، لكن تحمل لان اهل اسر فعلا هذا من بركهم وبهشان الفضيل. نحييهم ونشد على ايديهم وفعلا اثبتوا انهم هؤلاء وطنيين وهم ابناء تورغا بالصوره الصحيحه. اخي نبيل، اخي محمد، نعم. اليوم هناك جيل من اهل تورغا هم اطفال تورغا الذين ولدوا في المخيمات لا يعرفون ولم يرون تورغا ابدا. الطفل الذي ولد في المخيم من تورغا اليوم هو بعمر الأطفال الذين يدخلون للمدارس. كيف تصمدون؟ كيف تستطيعون الصمود كل هذا الوقت؟ أخي نبيل، هي النظرة في وجه الطفل، وجه الطفل أنه هو نازح وأنك أنت عاجز أنك أنت تقدم له شيء، هذه بروحة صراحة مأساة ونعتبره فيها مأساة في انا وفي كل تورغي، لان احنا اطفال ما نقدرش نقدموا لهم شيء، بينما احنا في ودنا نقدموا لهم، بينما احنا نتمنى من الله نقدموا لهم احسن شيء، ولكن الحكومات والله نقول لك الحكومات سواء كان الحكومات والميليشيات كلها ساهمت مساهمه مباشره في اذيه واخراج اهالي تورغا. اخي نبيل، والاطفال هذوما طبعا صحيح انهم تربوا ما يعرفوش تورغا، ولكن لو تلاحظ يا استاذ نبيل في تقريركم اللي عرضتوه، شفت طفله صغيره قالت لي بعمري 4 سنوات او 3 سنوات، انت هذه ما شافتش تورغا، لكن شفت الكلمه اللي قالتها، هذه رساله لكل شخص سواء كان كبير او صغير، قال انا نبي تورغا، نبي بلادي، هي ما رفعهاش، لكن ما زال في الاباء والاخوه يتحدثوا عن تورغا، والموت اللي لم يشبه عليه صراحه. تورغا لنا وسنعود اليها. طبعا عندنا من جمله من المشاكل يا اخي نبيل من ضمنها المرتبات، طبعا عندنا ما يقارب اكثر من 1800 عامل من اهالي تورغا اللي كانوا يشتغلوا في منطقه مصراتة سابقا، اللي كانوا في مجمع الحديد والصلب سواء كان شركه خدمات او شركه الطرق او سواء كانوا في جامعه مصراتة وجامعه 7 اكتوبر سابقا، ما يتقاضون في مرتباتهم لمده 7 سنوات. داروا مراسلات الاخوه وداروا مراسلات اهالي تورغا بجميع مسمياتهم، لكن لا حياه لمن تنادي. خاطبنا خاطب سابقا السيد علي زيدان واصدر قرار، لكن الناس لم يتقاضوا فلس واحد من الدوله الليبيه كبدل مرتب عن السنوات السابقه، ما فيش. يا اخي انا اتمنى من الله. كيف تعيشون؟ بس السؤال هنا ماذا تاكلون؟ كيف تعيشون؟ ماذا تشربون؟ والله يا اخي نبيل، هو الحمد لله هو كل حتى رزق على الله سبحانه وتعالى، واحنا اهالي تورغا من لما جينا سواء كان في المنطقه الشرقيه او المنطقه الغربيه او الجنوب، اللي ما عندهاش مرتب شيء اتجاه لسوق العمل، وفعلا في ناس رحبت وايدت الفكره وساعدوا، واهل الخير طبعا حتى هم كان لهم دور ان هم في مساعده اهالي تورغا. فطبعا الحمد لله من الشغل مش ضروري، حتى في شباب حمل الشهادة العليا وكذا مش لازم تيجي تعمل مثل، لكن يقول روحهم انه يشتغل في اي عمل حر شريف ويساعد الليبيين يشتغلوا فيه باش يدير تحصيل كويس ليه ولاسرته. هذه بسيط على اقول لك انا عايش. لنختم بهذا سيد محمد، يعني كنا نسمع عبر وسائل الاعلام عن اتفاقيات صلح ومصالحة وعودة، يعني ماذا حصل في ذلك الوقت؟ أنا أيضا بشكل شخصي حاورت هذا الموضوع، وهناك يعني من كان ضيفا معي من تورغا هاجمني على الهواء وأصبح يفسر أسئلتي واتجاه حواري في اتجاهات غير صحيحة. واليوم الأسئلة التي طرحتها أو الأفكار التي حملتها أسئلتي ها هي تصدق نفسها بنفسها. اليوم بعد ذاك التوقيع الذي صفق له وفرحنا به في الحقيقة في تونس لم ينفذ منه شيء على أرض الواقع، بل على العكس الألم والمعاناة يستمران كل يوم أكثر. ماذا حصل في ذلك الاتفاق وفي ذلك التوقيع المشهود بين الطرفين؟ هو
والله اخي نبيل كنت متابع حلقتك والحمد لله متاكد من صدق نواياك ولين تكون صديقك صراحه قبل كل شيء وعارف صدق نيتك وما نذكيكش غير ما نذكيك نذكر الله احدا ولكن انت نواياك وطنيه وصادقه انك انت تشوف محنه اهالي تورغ وتعرض طبعا الاتفاقات اللي حدثت اول شيء احنا بعيدا عن كل اي موضوع احنا نرحبوا بالحوار ونرحبوا بحوار سلمي لانهاء الازمه الليبيه ومستعدين احنا كاهالي تورغه نجلس على طاوله اذا كان احنا علينا حق يتفضلوا ويقولوا حق والحق اللي يروح سواء كانت بالعرف الاجتماعي سواء كانت بالحق القانوني يتفضلوا الليبيين كلهم والمجتمع الدولي ياخذوا حق من اهالي تورغه واحنا واذا كانوا اهالي تورغه عندنا احنا كليبيين وعندنا حق فنتمنى من الله ان ناخذ حقنا فوق ارضنا وامام كل الليبيين قدام العالم، طبعا حدثت اكثر من حوار يا استاذ نبيل في وقعوا عليه اللي من ضمن ان مره يقول العوده في نهايه 2015 ومره في نص 2016 ومره كذا وكل مره الحد وفي موعد واخرها اجتمعوا مجموعه شباب والاعيان من تورغه في منطقه بنوليد وفي هذه المناسبه نحييهم ونحيي اهالي بنوليد على الاجتماع اللي داروه وكان هذا الفيصل نقول احنا شبه الفيصل ولكن يحتاج للمتابعه. قالوا الاخوه المحاورين هم ابناء تورغه ما نشككوش في حد ولا نخونوا في حد لكن عندهم رؤيه ونشوف رؤيتهم لكن طالت المده وطالت الرؤيه وقعدنا في وعود وعود خياليه اقرب ما هي في شيء على الواقع صراحه. عملوا لهم مده اللي هي المده هذه تقريبا واحد من الشروط تكون 6 أشهر بعد انعقاد المؤتمر او 5 أشهر ولكن اذا كان ما فيش اي تقدم على الارض ان العيان والشباب حيتخذوا قرار مصيري وقرار حاسم لرجوع الاهالي في ملف تورغه. طبعا احنا ملف تورغه استاذ نبيل نتابعه في كل التحركات ونتابعه في كل الاطراف طبعا جيل كان هو ملف تورغه في اللي يستغل فيه اجتماعيا وفي اللي يستغل فيه سياسيا يا اخي نبيل في طبعا بعض لما يحصل اي موضوع يقعد يقدم في ملف تورغه لا انا اتمنى من الله من الساده السياسيين ومن النشطاء ومن كل القيادات في ليبيا ان يعاملوا اهالي تورغه كان احنا اصحاب حق واحنا اصحاب حق واصحاب ارض وعندنا قضيه فاطمه نناضلوا من اجلها. اشكرك جزيلا نختم بهذه الكلمات محمد العلواني وهو مشاهدينا الكرام واحد من مهجري تورغه تحديدا في بنغازي مهتم بحقوق الانسان حقوق اهله وحقوقه شخصيا بسبب التهجير والنزوح القسري. بذا مشاهدينا وصلنا الى نهايه برنامج اكثر تحدثنا فيه عن مواضيع كثيره تنقلنا ما بين الاعمال غير المشروعه الجرائم وتهريب البشر وتهريب السيارات والأموال الليبية إلى الخارج وما تم ضبطه في مركز شرطة البيضان ومديرية جنوب شرق إجدابية وانتقلنا من بعده إلى مشاريع إنجاز عمراني تحديدا مشروع إنشاء طريق بمجهود ذاتي وتبرعات أهلية رغم ما يعانيه الشعب الليبي من فاقة وقلة ذات اليد بسبب تأخر المرتبات ونقص السيولة وتدهور الاقتصاد بشكل عام إلا أن الليبيين ما يزال لديهم طموح ورغبة في بناء أوطانهم من أموال جيوبهم. أيضا ختمنا بألم ومعاناة أهل تورغة المهجرين هذه القصة التي بدأت ألما ولم تنتهي حتى هذه اللحظة نرجو أن تكون لها نهاية قريبة. انتهى أكثر لا أكثر في أمان الله.